العمليات المشترك بين وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيزي وزو وحراس السواحل للمحطة البحرية بأزفون تم توقيف 12 شخص كانوا بصدد مغادرة التراب الوطني بصفة غير شرعية، ثم توقيف صاحب القارب المستعمل في العملية بعد ذلك. وقائع القضية تعود إلى تاريخ 27/12/2023 حوالي الساعة الثانية صباحا، حيث قام حراس السواحل بتوقيف 12 شخص كانوا على متن قارب في عرض البحر على بعد 5.3 ميل من شاطئ سيدي خليفة التابع لبلدية أيت شافع، وهم بصدد مغادرة الإقليم بطريقة غير شرعية باتجاه السواحل الأوروبية، ليتم فتح تحقيق معمق في القضية من طرف فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بتيزي وزو. ومن خلال استغلال تصريحات الموقوفين تم التوصل إلى وجود 3 أشخاص ضمن الموقوفين هم المسؤولين عن تنظيم هذه الرحلات وشراء المعدات مقابل مبالغ مالية معتبرة، بالإضافة إلى شخص رابع. بعد التعمق أكثر في التحقيق تم توقيف المسمى ألف ألف، والذي كان بدوره ضمن الشبكة الخاصة بتهريب الأشخاص. بتاريخ 2/1/2024 تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة عن جناية تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة مع تعريض حياتهم للخطر.